مش نكونوا موجودين في كارفور المرسى وننصحكم زادة باش تمشيو الكارفور غاديكا باش تشجعوا حراير تونس. هذا البروجي اللي صار بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حراير تونس وين يتم عرض منتوجاتهم للبيع. خلنا ناخذوا أكثر تفاصيل. موجود سلاح زميلنا على عين المكان. سلاح صباح الخيرات. بأخير جيان تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. كما قلت انت يا حراير تونس اللي هي حاجة ياسر مزيانة نلقاوها لهنا في كارفور المرسى. منتجات صنع 100% تونسي لهنا. بالطبيعة كما قلت انت كارفور وكارفور ماركات يدعموا حراير تونس ويقوموا بترويج لمنتجات بالطبيعة مع التعامل مع مجامع التنمية الفلاحية النسائية. الأوبيراسيون هذه جيان باش تبدا بداية من اليوم 12 أفريل وباش تتواصل وتلقاوها في كارفور المرسى. جينا لهنا للريون نلقاو معناها فما منتجات تونسيه 100% صنع تونسي. تلقى مثلا البسيسه، تلقى الكسكسي، تلقى الهريسه العربي، فما زاد لي برودوي بيو. نلقاو الناس هنا جايه تستكشف، جايه تدور وجايه قاعده تشوف لي برودوي نتاع حراير تونس. هذا تلقاوه الكل في كارفور المرسى. زاد موجود في كارفور مول فتوس وكارفور جيبس. زاد نذكر جيهان انه ماهوش موجود كان في الكارفور الكبار، موجود زاد في كارفور ماركات. بالنسبه لتونس الكبرى موجود في كارفور ماركات منزا نوف، فما زاد كارفور ماركات اللاك، فما منار سيتي، فما ريزيدونس، وفما زاد بومهل. بالنسبه للساحل نلقاو في كارفور ماركات خزيمه، كارفور ماركات سهلون، ونلقاو زاد في الجنوب في كارفور ماركات جربه حمص السوق وكارفور ماركات جرمة ميتون. هذه الكل تلقاو جيان تنجموا تتبعوا بالحق دي برودوي يزرع محلاهم لهنا توينسا قاعدين يعملوا في تلع على برودوي ويستكشفوا. ومحلاها زاد جيان كي نشجعوا حراير تونس دي برودوي بالحق يستحقوا انه عبد يعمل لهم تلع ويستكشفوا. اكزاكتومون من ايدياتهم 100% تونسيين المنتوجات هذوما. ما نحبوش كان تعملوا دوره وتستكشفوا كهو، نحبوا زاد تعاونوهم تعاونوا وتشيو لي برودوي هذوما خاطر حاجه باهي، حاجه تشجعهم، تشجع حراير تونس انه اليوم لقاو الفرصه باش يعرضوا منتوجاتهم في كارفور وكارفور ماركات. كما سمعتوا دونك تلقاو البسيسه، الكسكسي، الهريسه العربي، لي برودوي بيو، برشا منتوجات معليكم كان تقبلوا عليهم تشجعوهم وتشريوا.